إعلانات الفيسبوك. كيف يمكن أن ننشئ إعلان فيسبوك ناجح يصل إلى أكبر فئة من الأشخاص بسعر رخيص لا يتجاوز $1 مع تحقيق يعني نسبة تفاعل خيالية؟ هذا ما سنتعلمه اليوم. السلام عليكم أيها الرائعون. اليوم في إطار دروسنا حول الربح من الإنترنت والربح من الفيسبوك بالذات، سأعلمكم كيفية إنشاء إعلان ناجح عبر الفيسبوك بأرخص سعر. أولا، يعني هناك عديد الطرق لإنشاء إعلانات فيسبوك. اليوم سنقوم باستعمال الطريقة البسيطة عن طريق البوست بوست. هناك طبعا طرق متقدمة عن طريق الباور إديتور، سنتطرق لها في الدروس القادمة. أولا، لإنشاء بوست ناجح يعني يمكن أن يكون البوست لينك، يمكن أن يكون البوست يعني فيديو، يمكن أن يكون صورة. طبعا يعني الفيديوهات هي أكثر يعني ما يجلب تفاعل وهي رخيصة السعر، ولكن أنا شخصيا أفضل الصور، سأريكم لماذا. أول شيء يعني لزيادة التفاعل وتكبير الصفحة يمكنك يعني اختيار صورة يعني تكون تفاعلية. أنت ستختار النيتش الخاص بك. هنا يعني في مدونة الأرباح اخترنا مثلا هذه الصورة، رضيع يبتسم بعد أن سمع والديه يتحدثان باللغة الإنجليزية، فعارف أنه لم يولد في بلد عربي، يعني فقط صورة للضحك وصورة تفاعلية بكل بساطة. فهنا لو لاحظنا أن هذه الصورة جلبت لنا 1347 تفاعل، فلو قمنا يعني ويعني سنرى هنا كم صرفنا في هذا الإعلان، يعني 0.91 فقط. يعني ببساطة لو قمنا بعملية حسابية بسيطة فسنجد أن التفاعل الواحد قد تكلف أقل من 0.3 أصفار واحد، يعني إعلان رخيص ورخيص جدا. إذن أنت ربما ستقول لي ما فائدتي أنا من حصول على هذه اللايكات هذه الشيرز، يعني وأنا يعني لم أربح أموال أو لم أزد في اللايكات الخاصة بصفحة الخاصة بي. أنا شخصيا أستعمل هذه الطريقة لأني أراها رخيصة جدا، لأنها تساعدني يعني من ناحيتين. الناحية الأولى هي ضمان زيادة الريتش الخاص بالصفحة. إذا لو أنت نزلت بوستات أخرى، عندما يكون الريتش الخاص بالصفحة قوي أوتوماتيكيا البوستات اللاحقة سيكون يعني وصولها كبير لبقية الفانز. هذه من ناحية. الناحية الثانية وهي استعمال هذه اللايكات لدعوتهم لاحقا للالتحاق بالصفحة، وبذلك أضمن الحصول على اللايكات وتكبير الصفحة بسعر رخيص. هنا سأعطيكم مثلا بوست، هذا البوست يعني يكون له علاقة بالنيتش الخاص بنا، البوست الآخر يعني فقد تفاعلي بكل صراحة. هذا البوست يعني صرفنا فيه $2.43، أتى لنا ب 1343 يعني تفاعل. تقريبا سعر كل تفاعل هو 0.001، فهنا يعني نيتش قريب من النيتش الخاص بنا. فأنت إن أردت يعني العمل بنفس الطريقة واستدعاء هؤلاء الناس لعمل لايك للصفحة الخاصة بك، فبهذه الطريقة ستستدعيهم ويقومون بعمل لايك للصفحة الخاصة بك، وتقريبا نسبة كبيرة منهم سيقومون بقبول يعني ذلك أو تلك الدعوة، فهذا ما سيساعد أوتوماتيكيا في يعني تكبير الصفحة الخاصة بك. هنا يمكن دعوتهم بطريقة مانيوال عن طريق الضغط لايك 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 لايك، ولكن هذا يعني ليس سهل، خاصة أنت إن قمت بإنشاء بوستات يعني تحصل على أكثر من 1000 أو 2000 أو حتى 10,000 لايك. فما ستفعله يمكنك أن تقوم بدعوتهم بطريقة مانيوال عن طريق هذه الإضافة في جوجل كروم، وهي إضافة Invite Post Liker to Like Your Facebook Page. يعني هذه الإضافة ما دورها أنك بمجرد الضغط عليها ما تفعله أنها تقوم باستدعاء 25 شخص لعمل لايك للبوست الخاص بك. لاحظ معي الإضافة تقوم بالعمل لاستدعاء هؤلاء الناس
يعني لعمل لايك لصفحتي الخاصة بك، وحسب يعني تجربتي أكثر من 80% من الناس الذين تستدعيهم سيقومون بعمل لايك للصفحة الخاصة بك، وبذلك تضمن أنك حصلت على متابعين متفاعلين حقيقيين بسعر رخيص جدا. طبعا البوستات ينصح أن تكون بوستات تفاعلية، مثلا أنت تستخدم نيتش السيارات مثلا، فتقوم بإنشاء بوست يعني اختر سيارة أيها أفضل، مثلا البي ام دبليو أو المرسيدس أو غيره. صفحتك مثلا تهتم بالحيوانات، أنت تقول لهم اختر كلب أو قط. صفحتك مثلا تهتم بالهواتف، فتقول لهم ضع لايك للسامسونج، ضع قلب مثلا للهواوي. هذه هي يعني أنواع البوستات التي تكون ناجحة. هذا أيضا يعد أحد البوستات التفاعلية والتي تجلب عدد كبير من اللايكات، يعني القلوب، وهذه الأيقونة. يعني أنت هنا ستختار الفئة الخاصة التي تستهدفها، هنا مثلا وجوه بنات، فأنت يفضل أن تختار بنات. هنا ستقوم بالاختيار على هنا Edit، طبعا اختيار الفئة التي تريد استهدافها، وهنا مثلا ستقوم باختيار الفتيات والعمر الذي تستهدفه، الدولة التي تستهدفها، ومن هنا تختار يعني الانترست، يعني ستختار النيتش الذي له علاقة بالصفحة الخاصة بك، ثم ستضغط على سيف، ثم ستضع بادجت صغير، ستضع بادجت $1 فقط، وستحصل على تفاعل رهيب عن طريق تلك الإعلان أو ذلك الإعلان الخاص بك. وكما قلت منذ قليل، يعني بمجرد الحصول على تلك اللايكات فيمكنك جعلهم يعني أناس متفاعلين مع يعني البيج الخاصة بك عن طريق استدعائهم لعمل لايك عبر تلك الإضافة، يعني لعمل لايك لصفحة الخاصة بك. هذا ما أراه ناجحا بصراحة، يعني فكرة رائعة جدا، وستمكنك من ربح أرباح كبيرة إن شاء الله.